أكتر من 6 مليون مواطن بيستخدموا تطبيق إنستا باي عشان يقدروا يحولوا فلوس أو يستقبلوها في أسرع وقت ممكن. ورغم إن التطبيق ده بيقدم مزايا كتير، إلا إن البعض بيقع في مشكلة كبيرة قدامه، وهي لو موبايله اتسرق يعمل إيه في إنستا باي؟ بص يا سيدي، كلنا عارفين إن لو موبايلك اتسرق هتنهار، لأن عليه كل بياناتك، وده غير حساباتك البنكية مفتوحة عليه على تطبيق إنستا باي. لكن ما تقلقش، البنك المركزي المصري مأمنك بدرجة كبيرة. بس لازم حضرتك تعمل شوية حاجات لو موبايلك اتسرق. أولها طبعا توقف شريحة موبايلك وتبلغ الشركة اللي تابع ليها بكده، بعدين تطلع شريحة جديدة، وبالتالي تطبيق إنستا باي على التليفون المسروق هيتعطل تماما ومش هيفتح أصلا على الموبايل. ولما حضرتك تستخرج شريحة تليفون تانية وتيجي تشغلها على موبايل جديد، ممكن ببساطة تقدر تستعيد حساب تطبيق إنستا باي اللي تم وقفه على التليفون المسروق، وبالتالي هيكون الحساب البنكي آمن جدا من السرقة أو الاختراق. ولو ناسي، فخطوات التسجيل في تطبيق إنستا باي هي إنك تحمل تطبيق إنستا باي على الموبايل من خلال جوجل بلاي أو للآيفون من أب ستور، بعد كده تدخل الرقم القومي المسجل في البنك، ثم تعمل حساب وكلمة مرور خاصة بالتطبيق. بعد كده هتحدد الحساب البنكي وتضيفه، وتحدد عنوان الدفع اللحظي IPA الخاص بيك، وأخيرا تعمل باسورد أو كلمة سر خاصة بحسابك IPN وPIN، وبس كده يا سيدي. بانكير نبض البنوك.